اي حد عايز يتميز في الدنيا دي وفي شغله لازم يكون مكافح. واكتر حاجه اتعلمناها في الحياه ومن خلال خبراتنا في الشغل بان الكفاح مش معناه لا الفرهده ولا البهدله. يعني مش معنى ان انا بكافح ان انا دايما اكون بعاني وخايف وقلقان. ممكن يكون الواحد بيبذل اقصى درجات الكفاح ولكن بنفس طيبه وراضي ومبسوط ومطمن، وتيجي تبص عليه كده وعلى نجاحه او على مجهوده تحس ان مفيش احسن من كده ولا اكتر من كده. وهو ده ثمن التميز، لان الكفاح هو بذل المجهود للوصول للمقصود. واحنا النهارده جايين عشان نحصد نتيجه استمرار الكفاح ده. والحقيقه ان ضيفي النهارده مش محتاج مني لا مقدمات ولا كلام كتير، يكفي بس ان احنا نقول ان هو قدر يقدم لنا ماركه مسجله شديده الخصوصيه، واثبت لنا ان المصري في كل مكان متميز بابداعه واصراره وعزيمته. فرحبوا معايا بالاستاذ احمد اسماعيل، خبير معالجه الرخام والاحجار الطبيعيه. اهلا بحضرتك يا استاذ احمد. اهلا بحضرتك وبالسلامه المشاهدين. اهلا بيك. ومعانا النهارده برضو عالم من اعلام الرخام، نقدر نقول خبره السنين، معانا الاستاذ ياسر محمود صديق، صاحب محلات عباد الرحمن لتجاره وتوريد خامات المعالجه والتلميع للرخام والجرانيت. اهلا بحضرتك يا استاذ ياسر. شكرا يا فندم، منورنا النهارده يا فندم. استاذ احمد، احنا كل اسبوع تقريبا بنعرض مشكله من مشاكل الرخام، عايزين وبنعرض حلها برضو، عايزين نعرف ايه هي مشكله النهارده. النهارده هنتكلم عن مشكله في طريقه معينه في تلميع الرخام. كلنا المهتمين بالمجال واي حد مننا بيقتني الرخام او الجرانيت بيقابلوا المشكله دي، ما بيعرفش القيمه بتاعت حلها او معنى المنتج بتاعنا الا لما بيتعرض له. الطبيعي ان هو اي حد بيقتني الرخام او الجرانيت ان هو الصنايعي او المقاول او المهندس او شركه المقاولات بتقوم بتلميع الرخام والجرانيت عنده وبيتم تسليمه. كنا ذكرنا في حلقه من الحلقات ان شركات الصيانه بتعمل على صيانه الرخام صيانه دوريه شبه يوميه، تمام، في المنشآت الكبيره زي الاماكن السياحيه او زي المولات التجاريه، تمام. فهنا بيبقى فيه عمليه حمايه وعمليه تلميع شبه يوميه. لكن بنيجي على النقيض بالنسبه لمنازلنا او بالنسبه للمنشآت الخاصه بتاعتنا، هذا الامر بيبقى صعب وبيجي يعدي على الرخام مرحله او فتره من الزمن. الفتره ده هي ممكن تبقى سنه اتنين اكتر اقل، ولكن عايزين نعمل عمليه ريفرش للرخام بتاعنا ونعيد الرونق بتاعه. هنا بنصطدم بالمشكله، كان قبل المنتج بتاعنا ان احنا لازم نخش مراحل جلة تاني. كلمه جلة دي كلمه بتعني موضوع مش بسيط. كلمة جلة يعني معناها ان انا افضي المكان بتاعي خالص، سواء كان في اساس او كان في مفروشات او كان في اي حاجة، ثم ان انا اخش مراحل الجلة ده بمكان معين وليه فنيين معينين، تمام، وده بيبقى في عملية تكلفة كبيرة. طب انا ممكن يبقى الرخام بتاعي او الحاجة اللي انا بقتنيها في البيت عندي او في المنشأة الخاصة مش محتاج مرحلة الجلة دي. وهنا برضو بنرجع ونأكد مرة تانية وتالتة للمختصين اللي سامعين، ليست مادة التلميع هي بديل عن الجلة. ليست مادة التلميع بديل عن الجلة، ولكن مادة التلميع هي بتديني مرحلة من المراحل قبل الجلة. أنا ركبت الرخام بتاعي، عدى عليه فترة من الزمن، الرونق بتاع الرخام بتاعي ما بقاش زي ما أنا جبته أول مرة، فهنا أنا بقدر أستخدم المنتج بتاعنا اللي موجود معانا النهاردة اللي هو الكريستال جولد. مظبوط. الحاجة التانية ان احنا عندنا في مشكلة قاسية جدا، الاستاذ ياسر يعني لمسها كتير جدا من خلال العملاء بتوعه في الشركة بتاعته وفي المحلات بتاعته، تمام، ان ما كانش عندنا حل لمشكلة املاح الرخام. املاح الرخام احنا بيقابلنا الرخام بنبقى جايبينه جميل جدا ممتاز جدا نقتنيه، بعد ما بنقتنيه بالاخص في الاماكن الساحلية، تمام، بنلاقي اللمعة بتاعته بدأت خلاص تهرب منه تروح، وبدأ يطلع لي الرواسب البيضة اللي هي احنا بنسميها الأملاح، ودي ما كانش فيه مادة تلميع بتحل المشكلة دي إلا مادة مستوردة بتجيلنا من خارج بيكون سعرها باهظ جدا. فبيبقى اللي مقتني الرخام أو حتى الفني اللي بيجي يحل عايز يحل المشكلة للعميل بيبقى عنده الموضوع ده هو بيسبب له يعني أرق وبيسبب له تكلفة مادية بتبقى كبيرة يعني.
انا عايزه بس قبل ما نخش في التفاصيل، طبعا الاستاذ ياسر من اكبر الوكلاء والموزعين لحضرتك. طب استاذ ياسر، احنا عايزين نعرف الاول ايه نوع تجارتك؟ انا حضرتك شركه ال ياسر للتجاره، ويعني عندي معرض معدات وعندي جميع منتجات بفضل الله سبحانه وتعالى. بنجيب شغل من اوروبا، اسبانيا وايطاليا، شغل التاسيس سكوتشات وكده لتلميع الرخام والجرانيت. طبعا مواد الفينيش طبعا بنستعملها، ثم الاستاذ الحاج احمد ما شاء الله يعني الفينيش الاخراني لمسه الجمال من عنده. طب ومكان حضرتك فين اصلا؟ في السيد عيشه في شارع سوق الحمام. حضرتك ايه رايك بقى في منتجات بلاتو ايجيبت؟ لا الاستاذ احمد بصراحه ربنا يبارك فيه ويحفظه، يعني رحله كفاح، احنا بنقول له من المحن تاتي المنح. هو مر بسبع عجاف بفتره صعبه، يعني ما شاء الله اجتهد واشتغل على نفسه، فربنا سبحانه وتعالى يستاهل ويستاهل اكتر من كده، فربنا فتح عليه وما شاء الله عليه. يعني هو استغل نقاط كده فعلا ضعف في الرخام بنعاني منها على مدار سنين، املاح، عزل، بقع، فكل دي معاناه. يعني في شركات كتير بتنزل ولكن انت عايزه نتيجه. يعني انا لسه كنت بتكلم مع باشمهندس احمد، كان قبل العيد بحوالي خمس ست ايام تقريبا، جالي بعض العملاء عنده مشكله، يعني خمس ست ايام والعيد الاضحى جاي، فهو مش عارف يسلم ولا عارف ياخد فلوس لان عنده مشكله. وقابلته كمان كان جرانيت دبل بلاك او جالاكسي تقريبا لمع وكل حاجه، فطبعا خلاص مش عارف يلمع، وان الجرانيت طبيعته 80% من مكوناته حديد، فصعب جدا ترجع لمعته للمعه الاوتوماتيك تاني خصوصا كصاروخ وكصنايعي. فطبع بالالماس، ادى صنفره، ادى سكوتش دراي 1 2 3 4 كل حاجه، خلاص مش عارفين نعمل ايه تاني. لغايه لما ربنا قدر قلت له خد الماده السوداء بتاعت برلاتو، قلت له برلاتو ماده سوداء كده واشتغل وسيبها وسخن عليها بالصاروخ وان شاء الله خير. المهم بتتابعه طبعا لان كان الموضوع صعب، دخل علي عيد وكده وليه فلوس، ففضل الله سبحانه وتعالى لما وبعت لي الصور ما شاء الله ما كنتش مصدق. فربنا يجعله ميزان حسناته اولا. وطبعا الموضوع مش موضوع ماده بس، انت الموضوع موضوع انساني اكتر من كده. انت يعني احيانا الناس واقعه في مشكله، مشاكل كبيره، حاجه بسيطه بسعر بسيط تتحل وربنا سبحانه وتعالى يعني يفتح عليه، يعني الحمد لله رب العالمين. طب احنا معانا بس هسألك فيديو على الشاشه، عايزين حضرتك تعلق لنا عليه. هنا احنا بنعرض في الفيديو ده طريقه استخدام الكريستال جولد. قطعه الرخام اللي معروضه قدامنا دهيت دي اكتر من مشكله. اول حاجه القطعه اللي في الاول كان بقى لها اكتر من 18 سنه ما اتلمعتش، القطعه الثانيه كان فيها خرابيش في اللي هي القطعه السوداء، الارضيه زي ما حضرتك شايفه والساده المشاهدين شايفين كميه الملح طالع ازاي. هنا كان العميل عنده مشكله ان هو مش هيستلم من شركه الرخام الا لما يحل له مشكله الملح دي. ونوعيه الرخام اللي كان عليها الملح كانت من النوعيات الغاليه، يعني المستورده الغاليه. هنا احنا برضو بنبين ان احنا هنا في بيت العميل، يعني هنستخدم الماده في بيت العميل. مش محتاجين مصنع او كده يعني. مش محتاجين مصنع، يعني دلوقتي لو القطعه اللي احنا اللي شفناها دلوقتي في الفيديو اللي هي في الاول دي، حضرتك مثلا دلوقتي جبت حد صنايعي بتاع رخام وقلت له لو سمحت انا عايز المع الرخام بتاع النيش بتاعي او الرخام بتاع الانتريه، او هيضطر ان هو لازم يشيله من البيت عند حضرتك وينزله على العربيه تحت ويروح بيه ورشه الرخام ويبدا يلمعه بالمكنه هناك ثم يرجعه. طبعا القصه دي بتبقى مكلفه مؤرقه، معرض للكسر. احنا هنا بنبين مراحل التنفيذ بتاعتنا. هنا ده هو بينفذ على دي قطعه رخام بتاعت نيش في البيت. هنلاقي برضو لو احنا شاهدنا كده ملحوظه بسيطه، هنلاقي في اهل البيت موجودين فيه، تمام، اطفال وصحاب البيت، يعني احنا ما عفرناش، تمام، ما استخدمناش ميه، ما عملناش اي قلق في البيت اكتر بس من ان احنا يعني يستحملونا ان احنا بنعمل ازعاج بمكنه الصاروخ اللي هي شغاله. طبعا احنا شفنا قطعه الرخام في البدايه دي كان فيها خرابيش، ودي من اكتر المشاكل اللي بتقابل برضو الفنيين او العملاء، ان يبقى جايب الرخام ونتيجه تحريك حاجه عليه بيتخربش منه او يتجرح منه، فبيبقى مش عارف يداري الخرابيش ديت ازاي. الماده بتاعتنا دي بتسرق العين، يعني ما تخليش الخربوش ده يبقى باين قدامي. الحاجه الثانيه ان برضو الفنيين اللي بيسمعوني بعض الاحيان زي ما الاستاذ ياسر ذكر ان بيبقى في حاجه اسمها تطبيع في المهنه بتاعتنا، يعني ان هو مركب قطعتين رخام او قطعتين جرانيت جنب بعض ليهم لون معين. شايف حضرتك دي نتيجه الاملاح لمعه جدا، تمام، هنا قضينا على الاملاح دي نهائي، بنضمن النتيجه دهيت مش اقل من سنتين ونص ثلاث سنين عقبال ما
نبقى عايزين ندي وش صيانه. هنا دي قطعه الرخام اللي كان فيها او قطعه الجرانيت اللي كان فيها التجاريح، احنا مسلطين زاويه الضوء عشان خاطر نبين ان التجاريح خلاص مش باينه. هنا ده في البيت خلاص هو شطب، لعفر حواليه، لعمل يعني قلق للبيت، قطعه الرخام برضو اللي هي بتاعه الانتريه او ترابيزه الانتريه شايفين اللمعه بتاعتها. القطعه دي هي اللي احنا شايفينها حاليا دي كان بقى لها 18 سنه ما اتلمعتش، 18 سنه عمري. احنا جايبينها من مكان، دي ارضيه برضو. وهنا الشيء بالشيء يذكر بقى بالنسبه للارضيات بالذات، يعني ان في مواد تلميع بتستخدم الارضيات من شركات محليه وشركات مستورده، تمام، ككريستالات موجوده في السوق لا غبار عليها. يعني احنا يعني بنشكر كل اللي قاموا يعني او القائمين على تصنيعها، تمام. ولكن في ملحوظه بسيطه جدا في الكريستالات دهيت، اللي هي ايه؟ ان الكريستالات اللي موجوده في السوق في منها الباودر وفي منها السائل بيدي لمعه سوبر من قبل ما احنا نظهر في السوق خالص. طب انتوا ايه الاضافه اللي انتوا اضفتوها؟ يعني في كريستال جولد اصلا موجود في السوق من قبل ما حضرتك؟ باودر بقى، باودر من شركه ثانيه، تمام، وشركه ليها اسمها وليها احترامها وليها كامل التقدير مننا، تمام، لانهم هم عالم من الاعلام برضو في الصناعه. ولكن بعد ما الفني او الصنايعي بيخلص بالتلميع باستخدام المواد الثانيه او حاجه اسمها الكريستال الاسباني او الكريستال الايطالي، الرخام بيبقى مجير او اللون هربان. احنا بنسميها اللون هربان. يعني ايه اللون هربان؟ يعني الاخضر مش باين اخضر، هو بيلمع ازاز سوبر، اللون بحته يعني. الخامات دي مش وظيفتها ان هي تظهر اللون، هي وظيفتها ان هي تثقل الرخام وتظهر اللمعان بتاعه، وبتنجح في كده بجداره جدا. المنتج بتاعنا هنا لا، بيظهر اللون، بيدي لمعان ويظهر اللون، تمام، يعني بيخلي البني بني. يعني بالظبط لو جبت قطعه رخام ودلقت عليها حبه ميه هلاقي في اختلاف في الالوان، هنا التون بتاع الكلر او الكلر تون هنا اختلف معايا بين لما هي كانت ناشفه وبين ان هي لما مدلوق عليها ميه او مبلله، مع العلم ان هي اللي ناشفه دي بتلمع لمعان وليها بريق عالي جدا. طب معلش انا عايز اسالك سؤال يا استاذ احمد، هو ايه الفرق دلوقتي بقى بين منتج ميلاتو ايجيبت اللي هو الووتر بروف اللي اتكلمنا عنه الحلقه اللي فاتت وكريستال جولد؟ الووتر بروف كان بيناقش او بيخاطب مشكله ان هو الوقايه، الوقايه ان هو بيمنع امتصاص البقع والسوائل والاتساخات، ودي طبعا نقطه يعني مهمه جدا اي حد مهتم بمجال الرخام يعني مش هيغفلها خالص. اما الكريستال جولد ده منتج للتلميع، تمام، وبيحل مشكله مع التلميع هي القضاء على الاملاح الظاهره على الرخام اللامع. انا عندي هنا ركبت الرخام النوعية بتاعته سواء رخام مصري، نرجع برضو نذكر الناس تاني، تريستا اشهرهم، الميلي جراي، الميلي براون، جولدن سينا، حاجات كتيرة بترمي املاح، تمام، بعد ما بجيبها وبتبقى لمعة تمام واستخدموا معاها كل الخامات وخلوا اللمعة بتاعتها سوبر سوبر، تمام، هي لن يتعدى عليها ايام وهترجع هتبدا تطلع الرواسب البيضة بتاعتها واللمعه بتاعتها يعني هتهرب منها، تمام. فايه الحل في الكريستال جولد؟ كريستال جولد. طب معلش ارجع للاستاذ ياسر، قول لنا ازاي استاذ ياسر علاقتك بدات ازاي بمصنع بلاتو ايجيبت؟ لا ده من حوالي 10 سنين تقريبا، كان ابتدى بالماده الزرقاء الصغيره ديت، وكان ما شاء الله ابتدى يعني يظبط الدنيا واشتغل فيها ما شاء الله كويس. وبعد كده ابتدينا بقى كريستال جولد، لقيته بيطلب مني، لقيته ما شاء الله كتب الله ممتاز. حضرتك الاول كنت بتستعمل، كان في منتج تاني قبل كريستال جولد؟ كان في، احنا بنشتغل بالكريستال الاسباني، بنشتغل بالكريستال السائل الاسباني بدرجات معينه سي ار 2 سي ار 8 سي ار 7. ده مستورد؟ ده مستورد، بس طبعا حضرتك الفت نظر حضرتك لحاجه مهمه، ان طبعا موضوع المستورد دلوقتي يعني بقى مكلف جدا كتكلفه. يعني انت يعني استاذ احمد عالج لنا مشكله كبيره جدا، انت بتتكلمي في استيراد تكلفة عملة أحيانا عشان يجي عضو 3-4 شهور، قيسي بعد كده كمان الفلوس يعني سعره، أنت معايا حضرتك يعني. فدي بتفرق جامد. يعني على ما أذكر تقريبا كان جالي مهندس كان معاه أرضية خرسانة، أرضية خرسانية عاوز ألمعها، فبالطبيعة اللي أنا عايز المادة الإيطالية، اديته المادة، أخد ساعتها كرتونة
كرتونه او كرتونه ونص تقريبا، ودفع فيها رقم يعني ماده غاليه جدا. ففوجئت لقيته بيكلمني بيقول لي الماده قشرت. قلت له انت بتتكلم جد؟ قال لا قشرت. قلت له صور ابعت لي كده، لقيت فعلا ارض قشرت. المهم راح مرجع لي الماده، قال لي انا عايز طبعا احنا عايزين نشوف حل، يعني دي مشكله وعندي شغل وما شاء الله مكان كبير. قلت له طب خلاص نجرب برلاتو. قال لي بلدي؟ قلت له مصري. قال لي مصري ايطالي ما ينفعش، ينفع المصري؟ قلت له جرب ونشوف، احنا مش هنخسر. قلت له مش هنخسر حاجه، احنا لينا الا شغل ونتيجه، توكل على الله وجرب وريني. فوجئت لقيته بعدها ما شاء الله كتب لي وراني الفيديو حتى بعته للاستاذ احمد. قال لي الله اكبر. قال لي مش متخيل. قلت له والله اهو. راح فعلا بقى ابتدى بقى الميزه كمان ان انا ايطاليا انا مجبر من اوروبا ان انا اجيب مثلا مقاس معين وبيكلفني ما شاء الله في شركه برلاتو، وانا اطلب اي كميه وبسعر برضه كويس. هو فرقت معايا يعني حضرتك. الموضوع ده مهم جدا حتى مع الصناعيه، مع ناس كتير، ان انا ما اخد مجال بسعر معين والاقي سعره النص ويديني نتيجه ممتازه طبعا تفرق. وانت عايش اقتصاديه في السوق كمان، التاجر بيستفاد، الصنايعي كمهني بيستفاد، صاحب المنشاه وصاحب المكان صاحب العمل بيستفاد. يعني احنا من الواقع طبعًا العملي للمنتج ده نقدر نقول اضاف ايه؟ لا طبعا اضاف كتير طبعا. تكلم حضرتك اولا احنا يعني انا ساعتها اليوم ده لما الحاج محمد بعت لي صور على الواتس ووراني شغله ونجحه، كانت الفرحه فرحتين. فرحت ان منتج بايدي مصريه يطلع بالنتيجه دي ويغلب الايطالي، فرحت ان الشغل برضه عدى ونجح والدنيا والدنيا بقت جميله معاه وفتح مجاله ومشروع تاني يعني وصلالي. وبقى السعر يختلف معايا، لو انا باخد المتر مثلا بمثلا برقم معين، لا ده انا هاخده برقم تاني وافتح معايا مساحات شغل. ففي انتعاشه في السوق طبعا، حاجه لا غبار عليها. طب هو هل المستورد يعني لو عايز اقارن ما بينه وبين المستورد؟ لا المستورد جميل وزي الفل ما نتكلمش فيه ولا غبار عليه. ولكن بتكلم دلوقتي في فتره دلوقتي ان موضوع الاستيراد وموضوع يعني غلاء الاسعار شويه، فبيفرق مع الصناعي. انا لما يعني احنا بكلمك بلغه السوق بتاعتنا، الصناعي ما بيصدق تجي له مصلحه شغل، لان هو راس ماله، كنت بكلم استاذ احمد، راس ماله صحته ايديه ورجليه، فبالتالي هو عاوز يشتغل، عاوز ياكل عيش، عاوز ينتج. فلما ياخد شغلانه بناء على اللي بياخد الشغل، لو لقى السعر الخامات بناء على سعر الخامات اللي في السوق، لقى سعر الخامات مرتفعه بيدي السعر، فالعميل ممكن يبعد عنه ينفر منه. لما يلاقي بقى خامه ممتازه سعر كويس والنتيجه جميله، لا بيشتغل وبيفتح معاه في الشغل. فبالتالي التاجر انا كتاجر بستفاد، هو كصنايع بيستفاد، بيقدر يظبط شغله ياخد سعر كويس، العميل نفسه كمان بيستفاد حضرتك. فبالتالي طبعا دي طفره جميله جدا لا غبار عليها، وربنا يا رب يوفقه ويعينه ويطول لنا اكتر من كده كمان يا رب ان شاء الله. طب يا استاذ احمد احنا ازاي نقدر نتواصل مع المصنع؟ احنا مصنعنا مصنع برلاتو ايجيبت، تمام، للكيماويات المتخصصه في مدينه بدر طريق الروبيكي. ارقام تليفوناتنا ممكن اللي بتظهر على الشاشه، وصفحتنا كمان على الفيسبوك، لو اي حد دخل من خلال وسائل التواصل كتب على جوجل. الويب سايت بتاعنا www.berlatoegypt.com، دي الصفحه بتاعتنا. على الفيسبوك موجود، على اليوتيوب لينا قناه موجودة. برضو عايز انوه ان احنا لو الوقت برضو مش بيسعفنا من خلال حلقاتنا ان احنا نوضح المشكلة كاملة، تمام، فلو اي حد من السادة المشاهدين عنده اي استفسار يتواصل معانا على ارقام التليفونات، يخش على صفحتنا ويبعت لنا بغض النظر عن البيع والشراء، يعني دي انا باكدها مجرد فهم واستفسارات بس بغض النظر. حضرتك عندك مشكله حصلت ايا كان صفه اللي هيتصل، حد صاحب مكان، حد مقاول، حد صنايعي، حد مهندس، حد استشاري، مصنع رخام، ايا كان يتصل بينا يتواصل معانا يقول مشكلته ايه، واحنا بفضل الله عز وجل بنقدم له الدعم الفني بدون مقابل، وما بنقولوش ان لازم تشتري مننا. ولو هو حل مشكلته في منتج تاني، وده يعني ربنا اللي مطلع علينا بيه، والمنتج التاني منافس لينا بس هيحل له المشكله بجداره، هنقول له على المنتج التاني. لان احنا مش معنى كلمه المنافسه ان كلنا مفيش حد هياخد رزق حد. مفيش حد ان انا النهارده لما اجي اغلط في المنتج الفلاني، انا بقول لحضرتك المنتجات موجوده في السوق ذو كفاءه عاليه وناس نضرب لها تعظيم سلام. اجتهدوا واشتغلوا وعملوا، تمام، وموجود، بس كان في عندهم نقطه ثغره. ما انا عايز احنا قدرنا نطور الثغره دهيت، او ان احنا نشتغل على الثغره دي، تمام، وان احنا نعمل المنتج بتاعنا.
منافسة شريفة، تمام، مكملين لبعضنا، لكن مش معناها ان هو انا اجي اقول لا المنتج بتاعه وحش. يعني لا. احنا تطويرنا بس يا استاذ احمد ان احنا حولنا المنتج ده من بودر لسائل، من بودر لسائل دي حاجه، بقى مظهر للون دي حاجه، هو علشان خاطر يستخدم الكريستال بتاعه لازم يشتغل بمكن وميه والقصه دي، دي كده حاجه. انا عندي مش محتاج الكلام ده خالص، انا ممكن اشتغل في البيت من غير اي معدات، مجرد بس هو صوت الصاروخ، وده ما بن يعني ما بنعملش بيه ولا عفره ولا ميه ولا اي حاجه. دي حاجه. الحاجه الثانيه ان احنا قدرنا نمنع الاملاح، تمام، بنقضي على التجير والبهتان ومده مش قليله، ودي كانت اهم ما يميز ماده التلميع بتاعتنا. يعني اهم ما يميز ماده التلميع، تمام، ان ممكن اي ماده تانية يتم المقارنه بينهم وبين بعضيهم، فعادي تبقى كفه قريبه من بعضها. انا مش هاخد من بتاع برلات وهاخد من اكس، اكس ده بقى سواء مستورد او محلي مفيش ادنى مشكله. هاجي عند نقطه منع الاملاح في الرخام مع التلميع، من فضل الله احنا لينا السبق بقى. يعني هنا احنا يعني نضرب عصفورين بحجر. بس المنتج اللي هو بتاع الحلقه اللي فاتت الووتر بروف ده انا اقدر اتعامل معاه لوحدي في البيت، لكن كريستال جولد ما اقدرش. لا، ده هنا لازم، لان بيتعمل عليه عمليه تسخين او احماء بحاجه احنا عارفينها في لغه المهنه حاجه اسمها قرص لباد، بيبقى صوف مضغوط، تمام، هو زي بالظبط لما بنيجي نلمع العربيه بتاعتنا، فانا بروح لبتاع الدوكو او كده وبقول لو سمحت لمع لي العربيه، فبيدهنها بولش، بعد كده بيمسك اللي هي اداه الصاروخ بتاعه وبيبدا ان هو يعمل عمليه تدليك او احماء فوق سطح العربيه عشان البولش ده هو يبدا ينصهر ويبدا ان هو يدي اللمع. نفس القصه عندنا، احنا بندهن الرخام بتاعنا، بعد ما ندهنه بسيبه 10 دقائق ربع ساعه عشان المسام بتاعت الرخام تتشرب، تمام، ثم الفني بيمسك الصاروخ بتاعه وبيعمل عمليه الاحماء او التسخين بتاعه، او بالنسبه للارضيات بيمسك السنجل بتاعه، بيمسك المكنه بتاعت الجله بدون ميه بدون اي حاجه، هيحل المشكله ان هو رجع الرخام بتاعي كان انا لسه مركبه النهارده، تمام، ملوش علاقه بالجله، تمام، ده ما يغنيش عن الجله، عشان اللي بيشاهد ممكن يقول ده والله جايين بيتكلموا كلام غير فني او غير متخصص. الجله جله، تمام، زي بالظبط، انا اسف يعني في التشبيه والتشبيه بس بسيط عشان الساده المشاهدين اللي في البيت يعرفوه، تمام، في فرق بين لما انا احط ميك اب عشان خاطر المناسبه انا خارجه فيها، تمام، وفي فرق بين لا قدر الله حصل حاجه في البشره فلازم هنا انا بتعامل معاها بطريقه تانية. الرخام عامل زي البشره، لو حصل فيه اي سكراتش او اي حاجه باظت ده جله ما لهوش حل، تمام، لكن اللمعه بتاعتي راحت وانا عايز قاعد يعني عندنا ليها. حاجه زي التجميل وحاجه زي لو انا بعيد تصنيعه تاني او بعيد ان انا ارجعه جديد تاني اقوله جديد كاني بعمل له علاج، ده حلها هو جله خلاص. طب انا عايز اسال بس استاذ ياسر عشان احنا بس في عجاله، ايه حضرتك النصيحه اللي تقدر تقدمها لعملاء برلاتو ايجيبت؟ طبعا ربنا يعينهم ويوفقهم ويطوروا من نفسهم اكتر، وان شاء الله انا بقول له امضي قدما ولا تلتفت ان شاء الله ربنا يوفقك ويكرمك. وبالنسبه لحضرتك يا استاذ احمد، يعني هل شايف ان اللي هم الوكلاء والموزعين بيتخاطفوا بقى ويتقاتلوا ان هم عايزين المنتج بتاع حضرتك بيطلبوه كتير ولا ايه رايك؟ والله عايز اقول لحضرتك على حاجه، احنا كان يهمنا في الانتشار او يهمنا في التواجد في السوق، يعني عايز برضو انوه الشيء بالشيء يذكر، استاذ ياسر، استاذ اسامه، الاستاذ هاني، تمام، ان شاء الله معانا ضيوف اخرين باذن الله. هؤلاء الشخصيات هم قمم في المجال بتاعنا. وزي ما ذكرت الشيء بالشيء يذكر برضو مع الاستاذ اسامه المره اللي فاتت، بذكرها في وجود الاستاذ ياسر، تمام، ان هو صمام الامان بالنسبه للعميل اللي بيجي يشتري من قدامه. يعني تسوى ايه؟ يعني النهارده شهادته بالنسبه لنا دي شهاده وسام نحطها احنا على صدرنا. ليه؟ لان هو معروف سمعته ومعروف مدى امانته في السوق، ومعروف ان هو كلمته مش هينفع علشان خاطر يطلع النهارده معانا ضيف معانا يجاملنا في شيء وينبه الناس ان خدوا الحاجه دهيت او الحاجه دهيت احنا جربناها وكويسه من باب المجامله، تمام، ويجي للاسف فني يقف عنده، تمام، يشتري من عنده من شركته او من المحل او لاخره، تمام، ويتضرر بسبب الحاجه دي.
انا بشكرك يا استاذ احمد، الحقيقه انتوا عتاوله مجالكم زي ما بنقول. اعزائي المشاهدين احنا كده وصلنا لنهايه حلقتنا، استنونا في حلقه جديده من لمسه جمال.